انا بشرى ارشق، انا من الساكنه ديال سيرفانتيس، عندي محل تجاري وتمانيت في داك الموبيل هذاك نيت كنسكن. نهار السبت اللي فات مشيت هوت باش نترزق الله، عندي راجلي مسافر ومريض، عنده المرض القلب، عندي ثلاثه ديال العيال، عندي الكبير عندي فيه السكر، وعندي العائلة عندها 3 سنين ونص والعائلة 2 عام و4 شهور. عودت باش نخدم ونترزق الله على راسي، حتى كنصطام على الحجرة، وبما أنه هي داك التراب وداك اللي تخابوا اللي خلاو البلدية وشركة ديال الضو اللي خلاو لنا داك الدنيا محفورة أكثر من شهرين، هبطت باش نترزق الله على وليداتي. ساعة طحت وتهرست، دابا أنا كنحمل المسؤولية لهاد الناس هادوم المجلس البلدي، وكنحملو لهاد الشركة ديال الضو، لأن أنا ما عنديش دابا لا اللي قابلني العيال صغارين، ولا اللي قابلني المحل، ولا اللي قابلني أنا كنز الماء ما كنجبرش اللي يفتحوا لي اللي مكلولي، أنا ما كنجبر حتى واحد اللي يكون معايا. انا والراجل مريض وبعيد ومسافر، شكون بيا؟ والمحل وعليا الكرا والما والضا وكل شيء عليا، الدول الاخراني ما جبرتش اللي يشري لي، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشيء. هذا خصكم تعملوا معايا الحاله، هذا الشيء هذا راه ما كيكونش. انا مهرسه دابا، طحت وتهرست وجات لابيلانس ودتني، جات لابيلانس ودتني وجبروني مهرسه. دابا عندي شهر و10 ايام، تل شهر و15 يوم. نهار الاول كانوا قالوا دابا عندي هذا الاولاني، انا سحب لي غير هذا، غيبقى غير 3 سيمانات. ملي رجعت عند تروماتور قال لي خصك تبدلو، قال لي نهار 2 نرجع باش تبدلو باش تعمل اخر، يبقى شهر و10 ايام، دونك غتبقى شهر و20 يوم وانتينا بالقبس. شكون غادي يوكل لي ولادي؟ شكون غيشربهم؟ شكون غيشوف فيا انا ولادي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الا جبرت لي عاوني نتابعهم، علاش ما نتابعهمش؟ انا ما عنديش اللي يعطي لي الكرتونه ديال الحليب الاخريا لولادي وليكوش الاخريا للعيال، ما عنديش. عاد عندي العائل الاولاني الكبير عنده راه ديابيتك بلا انسولين، الانسولين الشوك هاد الانسولين دابا راه باكيه ب 66 فرنك. عاد الشوكات ديال الانسولين، عاد الدواء، عاد الماكله ديالو الخاصه. منين غنجيب هاد الشيء هذا وانا لا خدمه لا ردمه؟ اما الراجل ما عندوش حتى باش يعمل الراديو، ما كنهضروش عليه، ها هو غيجي لعندي، ما عندي ما غتستفد منه حتى شي حاجه. نتابعهم قضائيا، الا جبرت لي عاوني ويوقفوا معايا المحسنين نتابعهم، علاش ما نتابعهمش؟ لان انا دابا شهرين غنبقى انا مذعوره هكذا، شكون غيشوف فيا؟ عندي راه العائل، راه عندي العائل بيبي راه عنده 2 عام و3 شهور، راه باقي صغير، عندي البنيته 3 سنين ونص، عاد الكبير فيه السكر. اسم محمد دونكان، انا عندي المحل ديالي هنا في هذه القيصريه، وهاد ايامات جاو هاد الناس اللي كيعدلوا هاد الشيء هذا، قلنا الحمد لله هاد الزنقه غادي يكون فيها شي حل، يعني مزيان، لان هاد الزنقه سنين ولا ما نقول لك شي 100 عام ما تعدلت، وصبحوا هنايا عاد ركسوا هاد الشيء كامل، كوزوا هاد الكابليس، قلنا هاد الشيء ما غيبقاش زنق، هاد الشيء خلاوه هكا سمحوا فيهم شوف حالاتهم. جات واحد الشهاد اليومين الصباح وهبطت داك التراب وهبطت كلشي، ودخل الماء هنا القيصريه ودخلوا الحوانات ديال الناس، داكشي يعني اش غنقول لك، مأساة، مأساة كبيرة وكاع وقعت هنا هنايا، وفيضانات والتراب، وعموما كان كيدخل التراب من الحانوت بحال اللي رجع كيدخل، يعني يوميا كنخرجوا كيلو درمل من المحل. حتى واحد السيدة هنا عندها المحل ديالها، تاهي مسكينة خرجت غير باش تجي تفتح المحل ديالها، طاحت في الباب، تهرست، عيطنا للامبيلانس، هزاتها داتها. ولا اله الا الله محمد رسول الله. عينا ما نهضروا، عينا ما العمده ما تقدرش يتجبروا، فين غتجبروا العمده؟ العمده غادي يديها فينا حنايا، ما تجبر العمده، راه عارف شنو كاين، هو بيدو راه كيجوز من هنا، وراه نهار اللي كانوا غادي يعدلوا هو بيدو الصباح معاهم هنا،
ما عرفناش علاش مشاو بحالاتهم، واش لغاو هاد الخدمه هنا ما فهمنا والو، خلاو التهريس خلاو كلشي هنايا ومشاو بحالاتهم. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. نتمنى الله تبارك وتعالى يكونوا هاد الناس يسمعوا هاد الشيء ويتاسفوا من هاد الزنقه، راه الناس كل نهار كيطيحوا يوميا، الناس كيعطروا في هاد ماك تشابينات خاويين وهاد الرخام كلشي خاوي. المشكل الاساسي اللي وقع في هذا الحي هو الاشغال اللي قامت بها أمانديس، شركة أمانديس بشراكة مع الجماعة المحلية لمدينة طنجة. الأشغال وهي ترميم ديال الحي والتبديل ديال الأعمدة الكهربائية في هذا الشارع هذا كامل. الحمد لله وكانت بادرة طيبة قامت بها الجماعة، بدلوا لنا الأعمدة الكهربائية هنايا في هذا الشارع كامل، ضووا الزنقة كاملة. السربنطيرة معروفة كاينة سورتو في هذا الحي هذا، دائما كاينة سلاس كتوقع سرقة كيوقع هذا. ولكن ملي أمانديس دوزت ستالاسيون ديالها وردوا التراب ما كملتش الجماعة، ما رجعتش باش ترد الجليش كيف ما كان. يعني الجليش اللي زولوا من بعد عملية الحفر كان كاين اللي تهرس، كاين اللي مهم ردوش هذا الشيء كيف ما كان في الأول. المسؤولية كنحملوا الأولى من الجماعة، لأن أمانديس قامت بالشغل ديالها وركبت الأعمدة ديالها والكهرباء ديالها كامل، بقات الجماعة اللي ما جاتش ترد هذا الشيء هذا الجليش ديالها. دابا كيدوزوا الناس اونديكابي ما كيقدروا يدوزوا، كيدوزوا الناس بالكوتشينسا بالأطفال ديالهم الصغار وهذه ما كيقدروش يدوزوا، خصهم يدوزوا مع الطريق يعرضوا حياتهم للخطر. كيدوزوا الناس كبارين ما كيقدروش يدوزوا، زعما خصها الجماعة تقوم بواحد البادرة دغيا وتجي ويغضوا هذا الشيء هذا كيف ما كان، الله يجازيهم بخير. احنا كنعتبروا احنا بصفتي ممثل ديال قيصرية سربانتي، وهنا عاود كاين مسؤولين ديال قيصرية الافراح. هاد الناس ديال البلدية جاوا ولا الجماعة جاوا صلحوا الطريق حفروها وما كملوش على الاصلاح ديالهم. هنا الناس الزبناء يعني كيتعرضوا عند المشاكل ديال كاين واحد المرأة هادي واحد السيمانة سهرس سبعدك، كاين بزاف ديال الناس كبارين كيعطروا. وكيف كتشوفوا انتم الاصغر راه ما يعني بقات كما هي، النص ديال الخدمه يعني ما باقا خصها تكمل. حنا كنطالبوا الجهات المعنيه بالتكميله ديال الاصلاح حفاظا على سلامه المواطنين والزبناء